لازم نطلع هون. انا فتحت الاف اي اس اديتر. هلا لاحظوا الاف اي اس اديتر منفصله عن السيميلينك نفسها. هون راح عندي فايل بالاخر الاكستنشن تبعته راح تكون .fis. لما بخلص من هذا هون راح يكون عندي فايل وراح اسميه تانك 1. انا عندي تانك موجود، عندي تنين موجودات جاهزين، بس انا بدي ابنيه معكم من البدايه، نبنيه فروم سكراتش حتى نشوف كل خطوه كيف بنيناها. راح ينتهي يصير عندي فايل الاكستنشن تبعته تانك fis. هذا في داخله كل الفزي انفرنس رولز والممبرشيب فانكشنز وكلها موجوده هون. وهذا راح يرتبط، راح اربطه بالفازي لوجيك كنترولر. في تو فازي لوجيك كنترولرز، في فازي لوجيك كنترولر بس، في فازي لوجيك كنترولر وذ رول فيور. ميزه هذا الثاني اللي هو وذ رول فيور، وهو عماله بيعمل رننج السيستم، بقدر اشوف الرولز كيف عمالها بتعمل فايرنج حتى اقدر ابدا احسن البرفورمانس تبع السيستم، يعني افهم ليش الرولز عندي فيها مشكله او اذا بدي احسن الرول او اعمل شيء. المره الماضيه خلصنا من كل السيستم من هون، جربناه على البي اي دي وكان عندنا طبعا اوفر شوت، ولو بدنا نقعد نعمل له تيونينج في البي اي دي ومنظبط هذا، بس هذا مش موضوعنا هون يعني. واحنا حتى وتشيتنج ابيت لانه عمالنا بنفرجي انه الفزي راح يطلع احسن من البي اي دي. احنا ما ضيع اوكي ماشي واضح فاهمين يعني. هدف تبع المات لاب لما حط هذا الفايل يمكن خلى البي اي دي بدون بروبر تيونينج حتى يبين فيه اوفر شوت، مش معناه انه بقدرش انا اجيبه بشكل كويس من البي اي دي، بس على اي حال. والان احنا بس نخلص راح نحول السويتش هذا هون باني اغير السيتنج هون ماينس 1، وقتها راح يكون بيعمل رننج على الفزي. بس قبل ما نعمل هيك لازم نجهز الاف اي اس فايل. فالاف اي اس فايل بنعمل له زي ما شفتوا، عملت له انا انفوكينج من هون من الكوماند ويندو. من الكوماند ويندو كبست كلمه فزي، فلما كبست كلمه فزي فتح معي الجي يو اي تبع الفزي انفرنس سيستم اللي هو هذا. هلا بتلاحظوا عليها في بعض اشياء من هون. خليني اول شيء هلا اعمل هذا وبعدين راح اخزنه وراح اسميه تانك 1. خلينا اول شيء نعمل نزيد عدد الانبوتس، فراح نعمل راح اضيف، هي صار عندي 2 انبوت فيريبلز. هلا الانبوت فيريبلز راح نعملهم، راح تكون عندي 2 فيريبلز راح ناخذهم بعين الاعتبار. في البدايه احنا راح نركز على الليفل، وبعدين راح ناخذ بعين الاعتبار بالاضافه للليفل راح ناخذ الريت اوف تشينج تبع الاوتبوت اللي هو الليفل تبع الاوتبوت سرعه تغيره. بعدين راح احط 3 رولز، بعدين راح احط 5 رولز. هلا بس قبل ما نكمل خلينا نعالج هدول الاند ميثود. متذكرين التو تايبس اوف اند اور ميثود شو كانوا؟ المين ماكس. تمام، المين ماكس كانت واحده منهم، والثانيه كان ممكن يكون عندي probabilistic اور او برودكت. يعني كان عندنا الاور كان ممكن اعمل امبلمنتيشن للاور يا probabilistic اور او ماكس، والاند كان ممكن اعملها برودكت او من. هذا بدنا نحدده من هون. بعدين كمان كان عندنا بالديفازيفيكيشن، في كان عندنا احنا درسنا طريقه السنترويد، بس في كان طريقه ثانيه اسمها سوجينو، انا ما درستكم اياها بس موجوده السوجينو. هذول هم الطريقتين الرئيسيتين. فاذا بتطلعوا الان تحت الاند ميثود في من وفي برودكت وفي كاستم كانه انت بامكانك تحط الطريقه اللي بدك اياها. احنا رح نستعمل هون البرودكت. هلا ليش ما فيش رولز محدده؟ ليش عملنا هيك ما فيش رولز محدده؟ هاي بتصير بالخبره، والا يكون في مدارس مختلفه مين اللي بشجع المين ماكس مين بشجع البرودكت اور، بس على الاقل احنا نعرف انه هاي شغله ممكن نعملها من هون. الاور ميثود راح نعملها probabilistic اور. هلا راح اترك راح اعمل الاجريجيشن على الماكس، الاجريجيشن اللي هو لما جمعناهم، والامبليكيشن راح اعمله برودكت. انا مش متاكد ايش الامبليكيشن هون، بس انا راح اخليها زي ما هي بالمثال اللي كان في الماتلاب. اوكي الامبليكيشن انا مش متاكد 100% ايش الهاي، بس الاند والاور حطيناهم برودكت وبروبابيلستيك اور. الاجريجيشن هي الماكس، تتذكروا لما كانت يطلع عندي الممبرشيب فانكشنز كنا ناخذ اعلى فاليو، متذكرين كيف؟ بعد ما اعمل اجريجيشن مثلا نفرض في الاوت وتعملنا الاجريجيشن وطلع معي فرضا شكل زي هيك مثلا، متذكرين كيف طلع معنا شكل زي هيك فرضا وشكل زي هيك؟ الاجريجيشن ماكس انا عمالي باخذ الماكسيمم فاليو.
اوكي ماشي واضح. هذه معنى الاجريجيشن، اني عمالي باخذ الماكسيمم فاليو بالاوتبوت الممبرشيب فانكشن. وبعدين عندي الديفازيفيكيشن في السنترويد، مش احنا بعد هيك بعد ما طلعنا هاي طلعنا لها السنترويد مركز الجاذبيه، اي واحد كنا مهتمين فيه او كنا مهتمين للاكس وطلعنا فاليو هون عشان كريسب فاليو يطلع معي. لاحظوا هذا السيستم في النهايه بيرجع نفس الشيء، بدخل له كريسب انبوت 1 وكريسب انبوت 2 وبيطلع منه كريسب اوت 1. جوا شو بيصير؟ بتصير عمليه الفازيفيكيشن والرول فايرنج والاجريجيشن والسنترويد وبعدين الديفازيفيكيشن. في النهايه هذا زيه زي البي اي دي، مش بده ينحط محل البي اي دي؟ اذا بتطلعوا هون تذكروا هون، اذا بتطلعوا على هاي من هون هيو محله، هو بده يجي محله، راح يدخل له البي اي دي، دخل له انبوت واحد وطلع منه اوتبوت واحد، مزبوط؟ محله راح احط انا الفازي لوجيك كنترولر. اختلاف هون فاللي البي اي دي دخل له كريسب ولا فازي؟ وطلع منه كريسب. اذا نفس الشيء الفازي لوجيك كنترول راح يدخل له كريسب فاليوز يطلع منه كريسب فاليوز، وهم عمليا انا اخذت واحد بدلت محله الثاني. الاختلاف الوحيد انه هون انا مدخل تو انبوتس، او راح ادخل بعدين تو انبوتس للفازي لوجيك كنترولر، راح ادخل الريت اوف تشينج اوف ذا اوتبوت الفيرب اللي عم نتحكم فيه، وراح ادخل له كمان الايرور بين الديزايرد فاليو والاكتوال فاليو. اوكي اذا نرجع هلا هون مره ثانيه، نرجع على هاي. إذا عندنا input 1 و input 2، خلينا هلا نسميهم، بدنا نسمي input 1، فراح نسمي input 1 هو الـ level، هو فعليا مش الـ level، هو الـ error. اوكي؟ هلا راح تشوف. فراح اسمي هذا الـ input، راح اسميه انا الـ level. وهلا راح نظبط الـ range تبعه وكل الأشياء هاي، وهذا خلينا نسميه، وهذا راح نسميه اللي هو اظن انا سميته او مسمينه هم في المثال rate of change. خلينا نتاكد، او rate نسميه rate، هو rate of change of the output مش rate of change of the error، rate of change of the output. اذا الانبوت هذا راح نسميه rate، هو rate of change of the output. اوكي، وخلينا كمان ناخذ الاوتبوت، والاوتبوت راح يكون هو الفالف، هو الفالف سيتنج. بس هو فعليا اذا احنا بدنا نكون دقيقين هي مش الفالف سيتنج، هي البوش باتنز الاربعه، متذكرين البوش باتنز الاربعه؟ يعني فالف اكشن، حتى اذا بدنا نسميه بشكل ادق من اللي مسمينه هم بالمثال في الماتلاب، المفروض انا اسميه شيء زي فالف اكشن. يعني ايش فالف اكشن؟ يعني مش فالف سيتنج، يعني فالف اكشن يعني ها اوبن سلو اوبن او كلوز، لانه احنا بنعمل له انتجريشن بالفالف نفسها. بس انا هلا راح اسميه فالف. إذا هذا هون فالف، هي صار عندي، هي سميت الانبوتس والاوتبوتس. اوكي هلا احنا جاهزين بهدول، هدول ظبطناهم زي ما بدنا، وحددنا عدد الانبوتس والاوتبوتس من هون. راح نشوف الممبرشيب فانكشنز. اوكي هلا إذا بتطلع هون راح تلاقي في عندي التو انبوت فاريبلز والون اوتبوت فاريبل، وحتى بكل input variable بقدر اعمل كليك على الفانكشن، على الممبرشيب فانكشن واغيرها. هلا قبل ما اعمل اي شيء راح تلاحظوا هون في عندنا مجموعه من الفانكشنز، تتذكروا في النيورال نتوركس مش كان عندي مجموعه من الفانكشنز الفايرنج اكتيفيشن فانكشنز، السيجمويد والساتوريشن ليميتس والهاي، نفس الشيء هون عندي مجموعه من input فانكشنز، وكمان نفس الشيء هاي بتصير بالخبره، امتى استعمل تراينجلر، امتى استعمل ترابيزويدال وهيك. إذا هون إذا بنطلع راح تلاحظوا هلا اللي بهمونا اللي مستعملين كثير هم يا إما تراينجلر اللي هي أول وحدة، يا إما ترابيزويدال اللي هي ثاني وحدة. ولاحظوا بس حطيت ترابيزويدال شو صار هون؟ شايفين كيف شكل الهاي؟ فشكل الترابيزويدال، هلا الترابيزويدال بعرفها بأربع نقاط، الترينجلر بعرفها بثلاث نقاط، والجاوسين بعرفها بتو فاليوز، هلا بنشوف كيف هم. حتى اذا اخذت الفازي كنترولر وذ رول فيور بامكانك هذا هون مانيولي انك انت تصير تحرك هدول. اوكي بس اذا اخذت الفازي كنترولر وذاوت رول فيور هدول بتقدرش تحركهم، بدك تدخلهم كفاليوز من هون. طيب اذا هي عندي هون مثلا لو هاي، ولو حولت، لو بدي احول هاي مثلا هاي جاوسيان مثلا، هاي بصير شكلها زي هيك، وراح تلاقي في لها ستاندرد ديفيشن وفي لها مين، لانه الجاوسيان دائما بنعرفه وين يستعمل الجاوسيان، من وين اجى الجاوسيان؟ probability. تمام، في ظواهر كثير طبيعيه نطلع عليها في الطبيعه،
التوزيع تبعها هو جاوسيان. يعني مثلا لو اجينا اخذنا على سبيل المثال اخذنا حبه المطر، لو جيت اطلعت على قطر حبات المطر مثلا في شتوه معينه، راح تلاقي في لهم مين وفي لهم ستاندرد ديفيشن، والتوزيع تبعهم بتبع الهاي. لو اخذت انا اطوالكم الان، لو جيت اخذت اطوالكم ودخلته وحطيته بي دي اف، راح الاقي في افريج وفي ستاندرد ديفيشن، والشكل بتبع الى حد ما الجاوسن. ففي شيء طبيعي، ذا سمثينج ناتشرال اباوت جاوسن. بالنسبه لمين؟ لاي عالم؟ جاوس اللي هو كان مشهور اكثر بمجال الالكتروماجنتكس او الماجنتكس. اوكي، وكان وبامكاني كمان اني اعرف من هون اقول هذه هون تراينجلر مثلا، وهي تراينجلر. لاحظوا التراينجلر هي حددتها بواحده تنتين وثلاثة. اوكي، اذا حسب ما هلا احنا رح نعمله، احنا اللي اشتغلناه معظم استعملنا الممبرشيب فانكشن للانبوت، استعملناها كانت عاده تراينجلر او ترابيزويد اللي بتريحني كثير بالحسابات. بس هون احنا رح انا اتبع نفس المثال مستعمله في الماتلاب، رح استعمل جاوسن. وما دامه هلا كمبيوترايزد ما بيهمني الحسابات، رح يعمل هو كل الحسابات. فرح نيجي نعرف هلا، خلينا نفكر بالليفل. الغرفه رح اعتبرها يا اما اوكي درجه الحراره اوكي، او بدي اعتبر انها تو هوت او تو كولد. عفوا، هذه مش غرفه صح، ما فيش في حراره عندنا صحيح، احنا عندنا تانك. فالتانك يا اما هاي يا اما اوكي يا اما لو. فاحنا رح نعرف هلا الليفل، والليفل رح نعطيه الممبرشيب فانكشنز الثانيه. رح اسميه هاي ولو، والثالثه انا شو سميتها؟ اظن سميتها اوكي، رح نسميها اوكي، خلينا نسميها اوكي اوكي اي. اذا رح نيجي اول شيء، خليني اغير، رح اغير هذول الثلاثه كلهم لجاوسيان. فرح اغير هاي الممبرشيب فانكشن 1، وهاي رح اسميها هاي. هلا رح تشوفوا ليش هاي، ليش انا حطيت هذه الهاي، لانه هذا رح يكون الايرور على فكره اللي داخل عندنا مش الليفل. مزبوط، اذا بتطلعوا هون، نرجع نتطلع هون مره ثانيه، ايش اللي داخل عندي هون؟ الانبوت الاول، ننسى الانبوت الثاني، الانبوت الاول شو اللي داخل عندي هون؟ هو الايرور، اوكي، مش الليفل. هلا انت بامكانك اذا بدك تاخذ الفاليو الفعلي اللي راجع وتدخله ويدخل الليفل الفعلي، وفي داخل الرول فيور انت تقرر شو السيت فاليو، شو الديزايرد فاليو. بس هذا شو مشكلته؟ اذا غيرت انت الديزايرد فاليو راح يتغير كل شيء معك، وبدك ترجع تدخل تغير الهاي. فاهمين شو قصدي؟ احنا ممكن نيجي نقول، ممكن اقول انا بدي ادخل مباشره الليفل تبع التانك، اخذه مباشره بدون سيت فاليو من هون، واخزن السيت فاليو بداخل الرول فيور الديزاير فاليو. يعني افرض الديزاير فاليو انت بدك اياه قيمه معينه، بس هذا شو مشكلته؟ كل مره بتغير السيت فاليو بدي ارجع اغير الرولز من هون. فالاحسن ايش اعمل؟ بدخل الايرور. اذا دخلت الايرور شو سمح لي هذا اني اعمل؟ بحط السيت فاليو مره بغيره مره بدون ما ارجع العب في هاي واغيرها من هون. ماشي، واضح؟ الكل فاهم هاي النقطه؟ ما تحاول. هلا كان في طلاب مره، بتذكر طلاب من سنتين اشتغلوا مشروع كان في جرين هاوس، ايش جرين هاوس، راحوا مخزنين الفاليوز اللي هم بدهم اياها جوا. هلا اذا هو عارف انه الفاليوز هاي ما راح تتغير، ما عنده مشكله انهم يتغيروا، بيقدر يخزن السيت فاليوز هون، وهي بتصير جزء من الفازي لوجيك كنترولر. بس هذا بيحددك جدا، اي لحظه بدك تغير السيت فاليو بدك تضطر ترجع تغير اشياء هون. وحتى اذا السيت فاليو عم بتغير ان ريل تايم، زي هون مش عم بتغير ان ريل تايم، مش هذا راح يصير سكوير ويف، ما بقدرش اغير الرولز. فالاحسن اني ادخل الايرور. اوكي، اذا بندخل نحط هون، رح نرجع هون على ال كنا نشتغل هون. اوكي، رح احدد هلا هذه هون هاي. هلا كمان رح تطلع هون عندي الرينج اوف فاليوز الايرور. هلا هذا رح يكون الايرور. اذا هون رغم اني انا رح اسميها الليفل هاي او لو، وعم بقول انه ليفل، انا سميته ليفل مش هيك؟ ما سميته ايرور ان ليفل، سميته ليفل. مزبوط. هلا الايرور لما يكون بوزيتيف شو يعني؟ بدي سيارة اكبر. لما يكون الايرور بوزيتيف، نرجع نتطلع هون الايرور. الايرور هو عباره عن ايش؟ desired minus actual. وهذا الايرور. هلا لما الايرور يكون بوزيتيف ايش يعني؟ desired اعلى من الاكتشوال، معناها الاكتشوال ايش؟ لو. اذا انا بقدر اترجم، بقدر اترجم الايرور البوزيتيف للو، مش هيك؟ طيب لما الايرور يكون نيجاتيف شو يعني؟ يعني الاكتشوال اعلى من الديزاير، مش هيك؟ اذا بقدر اترجم الايرور النيجاتيف ل
هاي، ولذلك أنا حطيت هاي على الشمال ولو على اليمين. إذا بتطلعوا هون، طلعوا هون مرة تانية. حطيت أنا هاي هون، ما حطيت هاي هناك، لأنه اللي تحت الإكس أكسس شو هو؟ الإيرور. أوكي؟ مش التانك. لو أنك أنت مدخل التانك، سميه اللي بدك إياه. بس مشكلتك إذا سميته التانك، بصير عندك ضمنيا ضمن الممبرشيب فانكشن كأنك معرف السيت فاليو. بس هون احنا دخلنا الايرور، لانه دخلنا الايرور صار بدي اعرف الايرور تحت، فصار عندي الانبوت فاريبل ليفل. يعني لو احنا بدنا نكون دقيقين، يمكن كان لازم نعرف الانبوت فاليو هو الايرور ان ذا ليفل، وبعدين نقول الايرور بوزيتيف او نيجاتيف، مش هيك؟ بس هذا يمكن اقرب لتفكيرنا، مزبوط؟ احنا لما بنشتغل بالهاي من اقرب لتفكيرنا. فاحنا هون هلا صار عندي، هلا الايرور ممكن يكون بوزيتيف ونيجاتيف، اذا ايش لازم اغير؟ الرينج. تمام، فبنرجع بنغير الرينج هون. فهذا رح نعمله ماينس 1 ل 1، ولاحظوا الديسبلاي اوتوماتيكيا بتغير مع الرينج، فصار عندي هلا ماينس 1 ل 1، وحتى هو ذكي لدرجه انه ضبط الممبرشيب فانكشن خلاها على الرينج الجديد. اوكي، هلا رح نستعمل جاوسيان، فرح ارجع مره ثانيه هون. هلا هذا هاي، هذا رح اسميه، اظن احنا مسمينه اوكي، خلينا نتاكد اني سميته اوكي ولا سميته اكسبتبل. اوكي سميته، فرح نسميه اوكي اي واي. اوكي هاي هذا، وبعدين الثالث ايش راح اسميه؟ لو. اذا هي عرفنا هذول الاسماء الثلاثه. هلا لسه بدنا نعرف شكل الهاي. انا راح استعمل الجاوسين، فراح احول الثلاثه هذول كلهم لجاوسين. هاي جاوسين، وهي هاي جاوسين، وهذه هون جاوسيان. اوكي، هلا شكلهم لسه مش مناسب. هلا هذه كمان انا عملتها باي ترايل اند ايرور من هون، يعني حسب اللي كان الفاليوز المطاه. هلا بتصير هي اكثر. هلا عاده الجاوسيان بيعرفوا شغلتين، بيعرفوا المين تبعه. يعني احنا لما بنرسم اي جاوسيان كيرف، هذا انا بحكي عنه من البروبابيلتي مش من هون. لما بنعرف احنا جاوسيان فانكشن، مثلا اجينا احنا اطوال الطلاب في الصف، اجينا قلنا افريج اطوال الطلاب مثلا طلع معي 161 فرضا ونص سنتيمتر، وجدت انا ستاندرد ديفيشن، ستاندرد ديفيشن كان مثلا بلس ماينس 3.5 سيجما. طبعا اذا انحرفت 1 ستاندرد ديفيشن اباف 1 ستاندرد ديفيشن بلو، اظن اني بحصر 67% من الطلاب. 67% من الاريا بتكون محصوره في 1 بلس ماينس 1 ستاندرد ديفيشن. فستاندرد ديفيشن فرضا، فرضنا هون قديش مثلا، ممكن يمكن الرقم مش منطقي اللي انا حطيته، خلينا نقول بلس ماينس 4 مثلا، 4 سنتيمتر ستاندرد ديفيشن. اوكي، لاحظوا وحدة الستاندرد ديفيشن نفس وحدة بس الفيريانس مربع. اوكي، بالعربي ايش سمينا ستاندرد ديفيشن؟ الانحراف المعياري. والفيريانس ايش كان اسمه بالعربي؟ تباين. اوكي، فالتباين هو مربع، بس ستاندرد ديفيشن احنا رجعناه، فبقدر اجمع مين زائد ستاندرد ديفيشن ومين ناقص ستاندرد ديفيشن، مش هيك؟ لانه احنا كمهندسين ما بصير ايش نعمل؟ ما بصير اجمع تو كوانتيتيز لهم يونتس مختلفة، بس بقدر اجمع كوانتيتيز لهم نفس اليونتس، فبقدر اجمع مين بلس ماينس 1 ستاندرد ديفيشن او 2 ستاندرد ديفيشنز. ولو انا حرفت 2 ستاندرد ديفيشنز ابف او لو على جاوسن ديستريبيوشن، اظن اني بجمع تقريبا 95% من العينات. اوكي؟ وكثير من التصميم في الهندسة بيشتغل على 95%، بقدرش اجيب 100%. اذا احنا من هون عرفناها، فانا هلا راح احطها. هلا انا بس لاني عارف الفاليوز راح احطها من هون، فخلينا ناخذ مثلا هاي. هلا هاي راح اعمل الافرج تبعها، اظن بدنا نعمله احنا ماينس 1، فالمين تبعها راح يكون ماينس 1، فهاي راح احطها. المين بيجي ثاني شيء. ليش هيك؟ بس هيك لانه البرنامج اخذه. والستاندرد ديفيشن راح نحطه اظن 0.3. اوكي، شايفين كيف انحرف لوين؟ وين صار الافرج تبعه؟ الافرج تبعه صار على الماينس 1، وبعدين نزل نزول. يمكن هاي الجاوسين، هلا هم الجاوسين انتشرت لدرجه كشكل صاروا الناس يستعملوه في تطبيقات غير البروبابيلتي. احنا هون مش مستعملين البروبابيلتي، له علاقه في البروبابيلتي هون؟ لا، بس شكل الجاوسين في شيء طبيعي الشكل تبع الكيرف بناسب تفكير الفازيولوجيك، فاستعملناه هون. اذا هي عندي هي 1 ستاندرد ديفيشن، شايفين الخط هذا وين؟ هذا بعرف ستاندرد ديفيشن من هون، هي 1 ستاندرد ديفيشن من المين، وطبعا في ستاندرد ديفيشن ثاني بس احنا وقفنا عند ماينس 1.
وعندي الافرج ماينس 1 ونفس الشيء رح نعمل هون. هلا هذا الافرج تبعه ايش تتوقع لازم يكون الاوكي؟ لما يكون الايرور 0 تمام. اذا هون رح نحط المين تبعه 0. لاحظوا المين زي ما حكيت هو ثاني رقم مش اول رقم، وراح نعطيه نفس ستاندرد ديفيشن هذاك، فراح نعطيه نفس الشيء 0.3، فراح يصير هو بلس 0.3. شايفين النقطتين وين وقفوا؟ نقطتين وقفوا عند البلس 1 ستاندرد ديفيشن ماينس 1 ستاندرد ديفيشن. وبعدين الاخير راح نعرفه بنفس الطريقه، راح ناخذ هون هاي بدها تكون 1 اللي هي المين، وهاي بده تكون ستاندرد ديفيشن تبعتها 0.3، وهي تعرفت زي هيك. اوكي، اذا الان احنا عرفنا هلا هاي الممبرشيب فانكشن تبعت هي تبعت الايرور، بس احنا راح نسميها ليفل. اوكي، الانبوت فاريبل تبعها هو ايرور، بس احنا راح نسميها ليفل. بس احنا فاهمين شو اللي بنعمله، احنا عمالنا بنقول اذا كان الايرور بوزيتيف معناها التانك لو الفاليو تبعه او الليفل اقل من اللي انا بدي اياه، واذا كان الايرور نيجاتيف معناها الليفل اعلى من اللي بدي اياه، ولذلك سميناها هاي اوكي لو، واعطيناها 3 ممبرشيب فانكشنز من هون. اذا هذه جاهزه عندنا. هلا رح ناخذ الريت. هلا الريت هو التغير، التغير في الاوتبوت. هلا هون انا هذا ما بدي اياه يكون قوي زي الليفل، فراح اضبط الرينج تبعه من ماينس 0.1 ل 0.1 اللي هو الريت اوف تشينج اوف اوتبوت، اللي هو دي ليفل على دي تي او دي ال على دي تي. طبعا ممكن يكون بوزيتيف ونيجاتيف مش هيك، لانه الاوتبوت ممكن عماله بزيد او عماله بنقص، وراح نشوف وين راح نستعمله بعدين. في البدايه انا ما راح استعمله كانبوت، ما راح ادخله في الرولز، وما راح يعمل لي مشكله الاف اي اس اذا ما دخلته في الرولز. في ممبرشيب فانكشن بس الرول ما عم تطلع عليه، ما في مشكله، خلينا نعمله من هلا. فراح نعمل مابينج الان، راح اعمله ماينس 0.1 الى 0.1، هاي ظبط الرينج من هون. وراح اعمل له كمان نفس الشيء، راح اعمله هلا هون بدنا نحطه انكريسينج وديكريسينج، او اذا بدك تحطه بوزيتيف او نيجاتيف. يعني انا شايف انكريسينج احسن من بوزيتيف مش هيك، لانها بترجع على تفكيرنا احنا. بس انا اظن المثال حاطه هون مسميها نيجاتيف وبوزيتيف، خلينا نسميها نيجاتيف وبوزيتيف. فراح نسمي هلا هذه نيجاتيف، بس انا لو اعيدها لو ابداها من جديد راح اسميها انكريسينج. اذا هذه عندي هون نيجاتيف راح نسميها، وراح ناخذها نفس الشيء جاوسيان. هلا لاحظوا هو بطبيعته شو طلع الستاندرد ديفيشن، قريب من قديش طلع هون؟ تقريبا قديش؟ 0.03. ما هي اخذنا الرينج هناك كان ماينس 1 ل 1، هون ماينس 0.1 لبلس 0.1، فهو تقريبا اخذ ستاندرد ديفيشن تقريبا، عم بيقترح لي فاليو هو. فانا راح اخذه 0.03، وهي راح اخليها كمان نفس الشيء هون اللي هي الافرج تبعها 0.1. راح ناخذ اللي بالنص نوت انكريسينج او نوت تشينجينج مثلا، نو تشينج او نوت تشينجينج خلينا اسميها، انا كنت مسميها نان بس انا ما بحب كلمه نان لانه في نان كمان هو في الرولز راح تشوفوا، فراح اسميها not changing. اوكي، وراح نعملها كمان جاوسيان، وراح نعملها بنفس الطريقه هاي كلها راح نعملها زيرو. اوكي not changing، انا حطيتها اندرسكور ولا داش حطيتها؟ يمكن احسن نعملها اندرسكور، ما بعرفش اذا راح يقبلها داش، خليها اندرسكور احسن. اوكي، وبعدين اخر واحدة راح نعملها نفس الشيء، راح نعمل من هون هذه هون راح نسميها بوزيتيف، اقول لكم خلينا نحطها انكريسينج وديكريسينج زي ما احنا حابين نعملها. هاي هاي هيك، وراح ارد اغير هاي ديكريسينج، وهاي نعملها 0.03. اوكي، اذا هلا هدول جاهزات والرينج جاهز، هي صار عندي كل الانبوتس الاثنين ضبطناهم.